حملة اختراق تهدف للوصول إلى معلومات حساسة أثارت القلق داخل الولايات المتحدة ليتم التعرف على مصدرها، إذ كانت بفعل قراصنة صينيين استهدفوا خلالها مستخدمي خدمات الإنترنت في أمريكا، وهي الحملة التي أطلق عليها المحققون اسم عاصفة الملح، والتي تعد الأحدث في سلسلة الهجمات الإلكترونية التي ربطها المحققون الأمريكيون بالصين في السنوات الأخيرة. تذكر التقارير أن قراصنة الصينيين كان يسعون من خلال هجومهم غير الاعتيادي إلى اختراق شبكات ملايين المستخدمين للشبكات والوصول إلى كم هائل من البيانات الحساسة، حيث يعمل قراصنة على اختراق بنية مقدمي خدمات الإنترنت، مما يتيح لهم الوصول إلى أجهزة التوجيه والتحكم في تدفق البيانات. وبمجرد السيطرة على هذه الأجهزة يمكنهم التنصت على الاتصالات وسرقة البيانات وحتى تعطيل الخدمات. وتثير هذه الحملة مخاوف كبيرة بشأن الأمن القومي الأمريكي، حيث تشير التحقيقات الأولية إلى أن قراصنة قد يستهدفون شركات تكنولوجيا عملاقة مثل سيسكو ومايكروسوفت، بالإضافة إلى شركات أخرى حيوية للبنية التحتية الرقمية للولايات المتحدة، وهو ما دفع السلطات الأمريكية للإعلان عن اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا التهديد، حيث تم تعطيل شبكة تضم أكثر من 200,000 جهاز متصل بالإنترنت يشتبه في استخدامها من قبل قراصنة. كما تعمل شركات التكنولوجيا الكبرى مثل سيسكو ومايكروسوفت على إجراء تحقيقات موسعة لمعرفة مدى تأثير هذا الهجوم على أنظمتها. وتمثل حملة عاصفة الملح تهديداً جدياً للأمن القومي الأمريكي، حيث يمكن أن تؤدي إلى تسريب معلومات حساسة وتعطيل الخدمات الأساسية وتقويض الثقة في البنية التحتية الرقمية. كما تزيد هذه الحملة من التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وتسلط الضوء على أهمية تعزيز الأمن السيبراني على مستوى العالم.